جددت وزاره الصحه التاكيد على اهميه مواصله الاقبال على اخذ التطعيم وضروره تلقي الجرعات المنشطه في وقت تشهد فيه المملكه انخفاضا مستمرا في اعداد الحالات القائمه اذ يعكس ذلك حجم الجهود المقدمه من قبل الفريق الوطني الطبي للمواطنين والمقيمين على مدى الاشهر الماضيه ولغايه يومنا هذا تستمر الجهود الوطنيه الحثيثه التي يبذلها الفريق الوطني الطبي لمكافحه فيروس كورونا بشتى الوسائل للوصول الى المؤشر الاخضر وعوده الحياه الى طبيعتها تدريجيا ومن بين هذه الجهود والخدمات توعيه المواطنين بالاجراءات الاحترازيه وتقديم الرعايه الطبيه للحالات القائمه لفيروس كورونا وتوفير التطعيمات بالمجان لكافه افراد المجتمع حيث ساهمت التطعيمات بشكل ملحوظ في كبح انتشار الفيروس بعد ان تجاوز اعداد المتطعمين حاجز المليون وتؤكد وزاره الصحه على اهميه مواصله الاقبال على اخذ التطعيم لمن لم ياخذه بعد وتلقي الجرعات المنشطه لما لها من دور في تنشيط وتعزيز مناعه الافراد وخصوصا الفئات المعرضة لخطر مضاعفات فيروس كورونا مجرد أن ارتفع نسبة التطعيم ونسبة الجرعة التنشيطية ارتفعت إلى نسبة كبيرة لاحظنا اختلاف جدا جدا كبير المضاعفات قلت عدد المرضى اللي دخلوا العناية القصوى كان 300 أو 500 حاليا 40 أو 50 عدد الوفيات ولله الحمد اللي كان يوميا 30 أو 40 صرنا مجرد واحد واثنين فالجرعة المنشطة فعلا لها دور كبير أنها تحمي المريض من المضاعفات وتقلل نسبة الوفيات ومن أجل توفير كافة الإمكانات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم خصصت وزارة الصحة قاعتين بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات لتطعيم كبار السن ممن هم فوق الخمسين عاما الذين لم يأخذوا بعد أي جرعة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا والمؤهلين منهم الذين أكملوا الجرعة الثانية من تطعيم سينوفارم لأخذ الجرعة المنشطة وذلك من خلال التوجه مباشرة إلى القاعتين المخصصتين لذلك دون الحاجة للتسجيل المسبق لما نقول الوقاية خير من العلاج نقصد فيها أن إحنا لازم نتكاتف مع بعض لازم نلتزم بالاحترازات لازم ناخذ جرعات التنشيطية لازم كلنا نبادر وناخذ التطعيم لازم نقول حق أولادنا حق أهلنا كل العالم ان لا ترى التطعيم هو اللي بيحمينا والدليل قدامنا ولله الحمد ومع اهميه الاستمرار بالاجراءات الاحترازيه وصولا الى زوال الجائحه بشكل نهائي فان الارقام التي نراها امامنا مطمئنه وتعكس حجم الجهود التي يبذلها القطاع الطبي كل يوم وهي نتاج حرص ورعايه مملكه البحرين بكافه المواطنين والمقيمين على ارضها لتؤكد انهم ينعمون بامن وامان وبعين لا تنام